أم محمد بتقول أنا كتير ما بتذكر الأخطاء اللي أنا وقعت فيها في حياتي، وده بيوقفني عن الذكر وعن الصلاة، فماذا أفعل؟ يا سيدتي الفاضلة، إذا الإنسان وقع وارتكب أو اقترف ذنب أو قارف ذنبا، يعني المطلوب من الإنسان التوبة بشروطها. أول حاجة الإنسان يعني إقلاعه عن هذا الأمر وندمه القلبي الشديد، فالندم توبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعملش كده تاني، وأعزم بقلبي إن أنا مش هعمل الحاجة دي تاني، وأستشعر خجل شديد إن أنا إزاي عملت كده، إزاي اقترأت وقمت بفعل هذه المعصية. ثم كثرة الاستغفار بقى، وشغل الأوقات بما ينفع، وشعور الإنسان اللي هو عند حضرتك ده بالذنب ده علامة على القبول إن شاء الله تعالى، لكن ما تتحولش اليأس. يعني الندم توبة، عصرة القلب كده، إزاي أنا أخطأت، إزاي أنا عملت، إزاي أنا، فأنا ولكن بعد كده مشيت استقمت، مش يئست وبعدين بطلت أصلي وبطلت أذكر. لا، هي التوبة التي تدفع بالإنسان إلى الاستكثار من الطيبات والأعمال الصالحة، يعني مع الاستمرار والديمومة على فعل الخيرات. الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بمجرد توبتي خلاص صحيفة السيئات بقت كلها اتحولت بالتوبة وصدقها، وعملت توبة صادقة خالصة، صحيفة بدل لي السيئات فيها إلى حسنات يا صاحبة السؤال. و